أن تقعد مع مراتك ولادك. يلا يا هناء. ألو. أتفضلي يا فندم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، ربنا يسترك يا هنا. ايوه، انا بس كنت عايزه اسال على مشكله ليا. انا كنت داخله على موضوع خطوبه من قريب، وانا كنت اعرفه من زمان يعني، وهو ده جاي وتقدم لبابا وكل حاجه. بس هو اصلا من قريه، فهو اتفق يعني مع بابا على كل حاجه، وان هو هيجيب شقه في اسكندريه، انا المدينه وهو يعني من قريه. المهم حاجه، المهم هيتجوزك فين، في القريه ولا في المدينه؟ لا، هم اهله عايزيني انا اسكن بيت عيله، وبعد بس انا اهلي طبعا مش عايزين كده، لان بتحصل مشاكل من بيوت العيله وكده. صحيح. فانا يعني قلت، هو قال لبابا يعني ان هو خلاص هجيب لها شقه في اسكندريه، وفعلا نزلنا دورنا على شقه وكل حاجه. وفي الاخر رجع في كلامه، انا يعني حضرت جبت الفستان بتاعي كل حاجه، وقال لي جيب الفستان وخلاص، حضرت نفسي الاقي بابا يعني بعد ما نزل مع بابا يدور على شقه وكل حاجه، ابص الاقي ان هم اصلا رافضيني، وعايزين يعني ان انا بيجيبوا لي عرايس من هناك من القريه يعني. فانا هو لسه برضه بيكلمني كل شويه، لما بقطع معايا برضه يعوز يكلمني تاني، وانا ودلوقتي هو بيقول لي ان هو بيجيب يعني شقه قريبه من القريه يعني المدينه، يعني هي في مدينه طنطا. هتقتنعي بكلامي؟ طبعا هقتنع بكلام حضرتك. وهو لو سمعني دلوقتي يدور على عيله من نفس القريه، وانت تسيبك من الموضوع ده نهائيا، لا هينفع يجيب شقه بين البلدين، ولا هينفع يجي اسكندريه، لاني الطيور على اشكالها تقع مثل، والقران يقول كل يعمل على شاكلته. انت لو رحت القريه حتى لو ابوه عامل له شقه، هتعيش في بيت عيله لهم عوايد غير عوايدك، وتقاليد غير تقاليدك، واسلوب غير اسلوبك، والشقه مهما كانت مش هتبقى زي شقه اوضه وصاله في اسكندريه، نفس اسكندريه مختلف عن نفس اي مكان، مش معناه انه احسن، لا، في طبيعه وفي بيئه. والله يرحمه ابو حنيفه كان بيشترط الكفاءه للزواج على في المبسوط السرخسي قبل الاخر بثلاث اسطر على ايدنا اليمين، وانا بحيي الكلام ده وبحترمه جدا، لانك انت عايزه تفرحي باي طريقه من الطرق، وحقي تنكدي على نفسك وعليه. ولو راح اسكندريه اهله هيعرفوا ان هو رد مبذر وخارج عن طوعهم، واشتراكي واثرك عليهم، وهينكدوا عليه عيشته، وهينكدوا عليك عيشتك، وهيجوا يعملوا لك الحمام في الشقه وما يشدوش السفون، ويقرفوكي ويقرفوا امك واللي جابوكي، وهيتقلتوا عليكي، وهيخرجوا بتاع، وهيسيبوا لك شقه زباله على بال ما تنظفيها يرجعوا لك تاني. احنا من الحياه مش حرب، واحد مش من بيئتنا، والصالح له ياخد بنت الحاج عبد الرؤوف اللي امها الحاج عدلات، يفهموا بعض. سالخير يا اختي، سالخير يا عيوني، امك عندها حته خميره، روح هاتيها، تروح تفك عن نفسها شويه وتقول الاربع كلمات اللي هيودوها جهنم، وترجع من عند امها عدلات، تقوم تشوف بقى ايه حماتها، ويلدعوا بعض ويرقصوا. مين يا فندم؟ ايه؟ عزة. يلا يا